108 سنوات تمر السبت على تأسيس أقدم قوة عسكرية في موريتانيا حافظت عليها البلاد إلى ما بعد تأسيس الدولة الموريتانية. يتعلق الأمر بالحرس الوطني الذي يعود تأسيس نواته الأولى إلى 30 من مايو عام 1912. اعتمدت موريتانيا هذا التاريخ رسميا عيدا وطنيا منذ عام 2016، لكن ظروف كورونا حالت دون تخليد العيد الرسمي الخامس لهذا القطاع العسكري. ليكون العنصر الأبرز في الإحياء لهذه السنة خطابا لقائد أركانه الفريق مصغارو والغويزي، والذي قال إن الذكرى فرصة للتأمل في مسيرة القطاع الذي واكب قيام الدولة وقدم من أجلها الغالي والنفيس. وأشار الغويزي إلى أن القطاع على مدار تاريخه ظل مثالا للتضحية والدفاع عن الحوزة الترابية وبسط الأمن وحماية مؤسسات الجمهورية. وحث قائد الحرس أفراده على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا الذي أعاق تخليد الذكرى هذه السنة بفعاليات أكبر، مشيرا إلى أن القطاع مستمر في دوره القديم والحديث من خلال المساهمة في مهمة تطبيق الإجراءات الأمنية للحد من انتشار كورونا في العاصمة والداخل وعلى الحدود. وبحسب خطاب ذكرى الحرس، فقد زودت الوحدات بالحوافز العملياتية واللوجستية والمالية اللازمة، مما حقق بحسب الخطاب نتائج باهرة في تطبيق تعليمات الحكومة في التقيد بإجراءات السلامة واحترام حظر التجول ومنع التسلل بمهنية عالية وانضباط وفي ظل احترام المواطن. وأسندت إلى الحرس الوطني مهام الدفاع عن الحوزة الترابية وحفظ النظام واستتباب الأمن جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة وقوات الأمن، إضافة إلى مهام أخرى منها حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين السلطات والمنشآت الحيوية وحراسة السجون ونقل المساجين ومرافقة الأموال وتأمينها، ومهام أخرى في الدفاع المدني ومكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية.